بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه على غر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقد رحمه الله تعالى: باب السواك. طبعا ظاهر المناسبة الحديث عن السواك في مسألة الطهارة، لأنه من الطهارة. الفقهاء يتكلمون عن السواك في مسائل الطهارة، وقبل كلامي على الوضوء، لأنه يسبق الوضوء كما سوف نرى. إذا مناسبته في هنا ظاهرة، فهو من نوع من أنواع التطهر والتنظف الذي يتهيأ به المسلم للعبادة وليكون على أحسن حال كما سوف يأتي. قد رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك يطلق على المسواك العود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل التسوك. السواك، السواك بمعنى التسوك وبمعنى المسواك العود، وهو هنا يريد التسوك، يريد هنا التسوك. والسواك إذا كان بمعنى العود يسك به فهو مفرد، جمعه سوك أو سؤك، يقال سوك والهمزة مسهلة، فسوك ككتاب وكتب، ككتاب وكتب، فجمعه سوك. وهو مشتق من التساوك، والتساوك هو التمايل والتساوق، ولهذا يقال تساوكت الإبل، يعني جاءت تهز أعناقها، تساوك. أو من التسوق اللي هو الدلك، التسوق. ولا مانع أن يراد أن يقصد أن يراد الأمرين، بمعنى التمايل والتردد، أو بمعنى التسوق الذي هو الدلك. وكما قلنا يطلق على الفعل ويطلق على الأداة أو الآلة، وهو الذي ما يستاك به من أراك وعود الأراك أو عود النخل أو غيره على ما سوف يأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي، وهذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ديننا دين يسر، وأنه المسلم مكلف بقدر استطاعته، وما لم يستطعه فإنه غير مكلف به. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
فالتكليف على قدر الوسع، وهذا من فضل الله عز وجل. وهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طبعا في مبحث أصولي يثيره الأصوليون، وهو أن يقولون يدل على أن الأصل أن الأمر الوجوب، أن الأمر إذا جاء فإن نقصد به الوجوب، ولهذا قال لولا لأمرته، ولكن ما منعه من الأمر إلا المشقة، فدل على أن الأصل أن الأمر للوجوب. وطبعا لولا في اللغة طبعا كما قالوا حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع الأمر لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، بمعنى أمر إيجاب، لا أمرتهم أمر إيجاب، وهذا يفيد أنه أصبح أمر استحباب، فصرفه إلى أمر الاستحباب. فإذن السواك مستحب كما قال عند كل صلاة، وأيضا عند كل وضوء كما سوف يأتي، عند كل وضوء، عند كل في بعض الحديث عند كل صلاة وعند كل وضوء. فمن السنة أن الإنسان إذا أقبل على صلاته أنه يستاك. قالوا ولو تكررت الصلاة كما لو كانت التراويح أو صلى من الضحى أكثر من ركعتين، عند كل بعد كل تسليمة يستاك. السواك أيضا يدل على كذلك أيضا، وكما مر معنا بالأمس في الحديث عن الاستنجاء والتنظف والتطهر، كذلك هنا فديننا يأمرنا بالنظافة ويأمرنا بملاحظة كل شيء حسن. ولعلي أشرت بالأمس أيضا، إذا أدركنا أن ديننا أتى بهذه التعليمات قبل 1400 سنة، ماذا كان العالم قبل 1400 سنة؟ في جهلية جهلاء، وما كان يعتني حتى وان اعتنوا قد تكون اجتهادات شخصية، أو لكن أن تكون في تعليمات الدين وفي يعني ما يطلب من كل يعني ذكر وأنثى من كل مسلم ومسلمة وكل مكلف، هذا لم يأتي به غير ديننا، وما ترك شادة ولا فادة ولا واردة ولا شاردة ولا واردة إلا ودخل فيها الدين تهذيبا وإصلاحا وكفا عن المكروهات والممنوعات والمحرمات والمستقبحات والمستخبثات، وأمرا بالمطلوبات والتنظيف والنظافة والمحبوبات والمستحبات والمستلذات. فالسواك هو التطهر، يطهر الإنسان فمه وأسنانه ولسانه على ما سوف يأتي. فهذا من وسائل التطهر، وهو من سنن المرسلين أيضا. السواك من سنن المرسلين ومن خصال الفطرة، خصال الفطرة، مما يدل على أن الأصل في فطرة الإنسان يكون نظيفا، وأن يكون يعني يميل إلى الأمور الحسنة والمستحسنة والطيبة. والانحدار إلى المستخبثات والمكروهات هذا خلاف الفطرة. الفطرة تدعو إلى السمو والتسامي وإلى كل ما فيه شيء حسن من الماديات والمعنويات. ولهذا من المواطن التي يستحب فيها التسوك واستعمال السواك عند الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من الليل، لأن الإنسان إذا قام من الليل تكون رائحة فمه يعني مستكرهة، سواء قام من الليل للصلاة أو لغير الصلاة، وسوف يأتي هذا الشرع إلى هذا. وبعد الطعام أيضا يتنظف السواك سنة، عند دخول المنزل يستاك، وعند دخول المسجد كذلك أيضا، وعند تغير رائحة الفم سواء بنوم أو بغيره، أو أكل شيئا رائحة غير طيبة ثوم أو بصل فإنه يستاك. كل هذه من المواطن التي يستحب فيها السواك. والعلماء ذكروا الأشياء التي أحيانا
تتسبب في الرائحة الكريهة، منها النوم طبعا هو معلوم، ومنها ترك الطعام والشراب، ولهذا المريض أيضا والصائم غير فمه، لأنه إذا خالت المعدة من الطعام تصدر روائح غير مستحبة، ومنها أيضا طول السكوت قالوا، وكثرة الكلام، كل هذه تبعث إلى رائحة في الفم، رائحة غير حسنة. كل هذه المواطن ينبغي الإنسان يتفقد الإنسان حاله عنده ويستاك حتى تكون رائحته طيبة. وهذا يدل، كل هذا يدل على أن ديننا يريد من المسلم أن يكون مهذبا وأن يكون على حال حسنة. ومعلوم أن الرائحة الكريهة طبعا الذي يتأذى من إخوانك، كما أنها تتأذى من الملائكة، الملائكة تتأذى، والملائكة قريبة من بني آدم، وبخاصة إذا كان أيضا يتعبد صلاة أو قراءة القرآن. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي ناتي المسجد ونحن عند رائحة كريهة، أو من أكل ثوما أو بصلا فليقرب أن مصلانا، وقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكل هذه، وهذا يدل على أن ديننا يريد منا أن نكون على أحسن حال وعلى قدر الطاقة، في ملبسنا، في هيئتنا، في أبداننا، في روائحنا، في نهيك في ألفاظنا وأخلاقنا، فنظهر على أحسن حال في الماديات والمعنويات. فهذا كله يعني يدل على من أداب السواك وغيره من ألوان التطهر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا في مسألة أصولية يثيرها العلماء، يقول هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشهد، لأن صيغة الحديث تدل على أنه الأمر عنده عليه الصلاة والسلام، وأنهم أذن له أن يشهد، لولا أن أشق لأمرتهم، فالأمر جاء من عنده، لأنه لو كان بوحي ما قال لا 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 لا, لا, لا لأمرتهم، لولا أشق لأمرتهم، لقال جاء النص أو تنزل وحي ونحو ذلك. نعم. الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أيضا هذا من الأحوال التي ينبغي أن يتعهد فيها المسلم حاله في السواك، وهو إذا قام من الليل. فهذا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. طبعا هنا قام من الليل مطلقة، هل قام للصلاة أو وإن لم يكن في صلاة، والذي يبدو أنه سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، لأنه إذا قام من أجل أن يزيل الرائحة الكريهة. إذا قام من الليل فيشوص فاه، الشوص بمعنى الدلك والغسل والإنقاء، الشوص شعصه يشوصه ومصه يمصه، بمعنى الشوص والمص بمعنى واحد، والغسل بالماء. فالشوص بمعنى الدلك وبمعنى الغسل وبمعنى الإنقاء، يعني مزيد تنظيف، كلها تفيدها لفظة الشوص. فهذا يدل على أيضا الأول كما قلنا حالة من حالات التي يستحب فيها التسوك، وهو إذا قام من الليل، وطريقة التسوك هو ينبغي الإنسان يبالغ في السواك من أجل ينظف أسنانه وينظف لسانه وينظف فمه، من غير طبعا يؤذي نفسه، لا يبالغ بحيث أنه يجرح نفسه أو وإنما يكون بطريقة صحيحة. ولهذا قالوا يستاك عرضا، لأن الطول أحيانا قد يؤثر على اللحم هذا، ولكن العرض قالوا يستاك عرضا. وأيضا يستاك كما قلنا بعود الأراك، عود الأراك عود معروف، وأكثره في الحجاز، الأراك شجر الأراك هو في الحجاز أكثر. وأي عود لا يؤذي ولا يجرح ويقوم بالتنظيف فإنه يكفي، سواء كان من جريد النخل أو من الليل. إلا أنهم قالوا في بعض أنواع الأغصان ما تصح، قالوا أظن الآس والرمان
قالوا غصنه قد يكون يجرح، يجرح اللثة. المقصود أن يكون عود لا يعني لا يجرح ويؤدي ويقوم بالتنظيف، وأيضا يقوم مقامه. قالوا حتى لو بمنديل أو بالفرشاة أو في كل هذه تقوم مقام السواك. فالمقصود أنه ما ينظف به أسنانه. وكذلك أيضا هل يمسكه باليمين أو بالشمال؟ اختلف العلماء. الإمام أحمد يقول يمسكه بالشمال. لماذا؟ قال لأنه إزالة أذى، إزالة أذى، وما كان إزالة أذى كالاستنجاء يكون بالشمال ما دام تنظيف هذا أذى. بعض العلماء قال لا باليمين. لماذا؟ قال لأنه عبادة وهو يتعبد، فإذا كان عبادك باليمين. أنا أقول هذا الأمر واسع، الأمر باليمين أو بالشمال الأمر واسع، لكن يبدأ باليمين، يبدأ بجانبه الأيمن. هذا يعني لم يختلف العلماء فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا كان يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله، في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه وفي طهوره وفي شأنه كله. فالتيامن لا شك أنه من ما يعني سنه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أخوها شقيقها، أخو عبد الرحمن دخل عليها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، بل دخل ولعله كان في حالة الاحتضار أيضا عليه الصلاة والسلام، وكان في حجر عائشة عليه الصلاة والسلام. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، فلما جاءه مرض استأذن أن يكون تمرضه في بيت عائشة، فأذن طبعا، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. في هذه الحالة وكان مريضا كان في حجر عائشة، يعني هكذا ورأسه هنا بين الحاقنة والذاقنة، الحاقنة والذاقنة، رأسه بمعنى أنه في حجرها كما سوف نتندق قولها: وكانت تقول مات بين حقنتي وذقنتي وأنا مسندته إلى صدري. وهذا يدل أيضا أنه ليس لازما أن المحتضر يوجه إلى قبلة أو أن يكون على جنبه الأيمن، إن حصل هذا طيب، وإن لم يحصل فالأمر واسع، بدليل أن النبي توفي وهو على صدر عائشة رضي الله عنها، وهو يبدو مسترقي على ظهره، مسترقي على ظهره عليه الصلاة والسلام. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها كما قلنا، وهو الابن الأكبر لأبي بكر، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك، معه سواك رطب يستن به. يستن أصل السنان حد السكين، يعني يسن السكين بمعنى من أجل أن يحده،
لكن هنا السنان بمعنى أنه ينظف أسنانه فكأنه يحدها، يستن به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني صار النبي ينظر إليه نظرا مستديما، يعني أطال النظر إلى السواك. فانتبهت عائشة إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل النظر وركز نظره، ولهذا قالت كما في 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 الرواية الأخرى: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك تريده؟ فأشار برأسه النعم. طبعا ما تكلم لأنه في مرض شديد عليه الصلاة والسلام، كان في حال الاحتضار عليه الصلاة والسلام. فأخذته وقضمته، يعني قطعت الرأس هذا ونظفته وعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك يعني العود فقضمته. طبعا القضم اللي هو قطع الرأس بالأسنان، فطيبته. وهذا من 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 أيضا من أدبها الرعنة، وأيضا من يعني حفظها لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستن به يعني استاك به. ثم قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، بمعنى أنه اجتهد في استنان جيد ودقيق. لماذا؟ الذي يبدو الله أعلم أن النبي أدرك أنه طبعا إلى الرفيق الأعلى، فما أراد أن يذهب إلا وقد تطهر، فأراد أن يكون على كمال الطهارة، ومن ذلك تطهير فمه. ولهذا قال: فما عدا، تقول عائشة: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، بمعنى أنه رأى الملائكة ورأى ملائكة الموت حضروا، وطبعا ولهذا عز وجل يقول في الآية: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. ولهذا بعض المحتضرين خاصة الصالحين يتكلم كلام عند الحاضرين والحاضرون لا يدري من يخاطب، فقد يخاطب الملائكة. وأشياء سمعناها من حتى من بعض معارفنا من الصالحين يتكلم كلام الحضور لا يدري من يخاطب، حتى منها أذكر من أقاربنا من الصالحين لما نقلوا عنه أن المحتضر وعنده النساء من أهله، فقال لأهله احتجبوا، ورأى أناس أتوا، قال احتجبوا أن الرجال دخلوا، فهو يرى ملائكة، ملائكة الرحمة. فأحيانا يظهر من المحتضر تصرفات تدل على أنه يرى شيئا لا يراه الموجودون. ونحن أقرب إليه بكم ولكن لا تبصروا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الرفيق الأعلى، يعني يخاطب من حوله من الملائكة، إلى الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى قال المفسرون هو إما أن يكون المقصود قول عز وجل: ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الرفيق هم رفيق هؤلاء، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأعلى، الرفيق الأعلى، بمعنى مع هؤلاء ولكنه في الأعلى. وقال هو أيضا هو المراد الذي نحن ندعو به في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. وهو الله يقول في سورة النساء:
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو يعني هؤلاء هم الرفيق بمعنى رفقاء وأصحاب، أو الرفيق الأعلى المرتفق الأعلى المكان الأعلى. وقد يكون الأعلى كما قال أنه قد يكون قيد لا مفهوم له، فهو رفيق أعلى وإن لم يكن له مفهوم، مثل في سورة آخر سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فلا برهان له به ليس لها مفهوم، مو معنى أن هناك من يدعو إلها آخر له عليه برهان، لا، إنما مزيد تأكيد، مثل يقتلون نبينا بغير حق أو بغير الحق، مهما كان لا يمكن يكون قتل النبي بحق، ما في قتل الأنبياء بحق، فيكون هذا من الأشياء من القيود التي لا مفهوم لها. فهو الرفيق أعلى وإن ذكر، لكن المقصود هو الرفيق، ولهذا جاء في بعض الروايات اللهم الرفيق، ولم يقل الأعلى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال احتضار طلب السواك فاستاك استياكا حسنا كما قالت عائشة رضي الله عنها استنى استنانا احسن ما رايته فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا احسن منه، فكانه ايضا يريد ان يلقى ربه على احسن حال من التطهر والتنظف ومن التهيؤ. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، يعني توفي عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، طبعا هذا فخر، لتفخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها تفخر لا شك، حق لها رضي الله عنها وأرضاها أن تفخر بهذا، تقول أن الرسول مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة هي محل الحقن، يعني هي تقريبا الترقوة هنا، أو ما بين الترقوتين وحبل العنق هذه الترقية، والذاقنة نهاية المجرى طعم هنا، أو الذقن هنا يعني، وقيل الذقن كذا محل ما يكون يقع الذقن على الصدر أيضا، بمعنى أنه في هذه المنطقة في توفي ورأس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة ما بين ما تحت الذقن إلى قريب الترقوة، ما بين حاقنتي وذقنتي. وفي لحظة فرأيته ينظر لي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك يا رسول الله، فأثار برأسه النعم، يعني أنه متطلع إليه. أيضا استفاد العلماء من هذه اللفظة، فأشار إلى أنه إذا كانت الإشارة مفهمة أنه يعمل بها، الإشارة أنها يعمل بالإشارة المفهمة، لو كان إنسان مثلا أخرس وإشارته مفهمة يؤخذ بها، سواء في البيع في الشراء في التصرف في الهبة في كذا في الأمر في النهي، إذا كانت إشاراته تفهم فيأخذ بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار النعم ولم يتكلم، يعني بمعنى أن الإشارة إذا كانت مفهمة أنه يعمل بها. نعم. الحديث الرابع عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أعع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. إذن هذا الطريقة في التسوك، هذا أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب. أيضا هذا يدل، وقال العلماء أن السواك ينبغي أن يكون رطبا،
لأن يعني اليابس قد يضر اللثة ويضر الفم يجرح، وأيضا الرطب شديد قد لا ينظف، لكن مهما كان لكن الرطب لا شك أنه هو أولى حتى لا يؤذي اللثة ولا يؤذي الفم ويجرحها. وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه، أيضا هذا يدل على أن 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 الإنسان يستاك في لسانه وفي أسنانه وفي لسانه، لأن يعني المقصود تنظيف تنظف، فاللسان أيضا قد يعلق به بعض الطعام بعض الأشياء فينظف الإنسان لسانه. قال وطرف السواك يقول أع بمعنى أنه يبالغ في إدخال السواك إلى الفم حتى كأنه يتهوع، هوع يعني هوع، الهمزة هنا يعني الهمزة والهاء تتناوبان، يتهوع يعني يتهيأ للتقيؤ، هو لا يريد يتقيأ لكن يدعو على المبالغة، مبالغة تنظيف اللسان، ينظف لسانه حتى أقصى لسانه، وإذا غالبا وصل السواك إلى الأقصى قد يؤدي إلى نوع من التهيع أو ما يقول أع أع بمعنى أنه كأنه يتقيأ أو كأنه يتهيأ للتقيؤ، فالمقصود أنه مبالغة، وهذا ينبغي مبالغة السواك بما لا يضر وبما لا يؤذي حتى يكون حتى يؤدي السواك وظيفته ومهمته. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.